النادي الاهلي بيبص على اللي جاي. انا انتهيت يعني، يعني مثلا دلوقتي انا عجبني تصريح كويس قوي للكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره في النادي الاهلي، بيسالوه من يومين على كاس العالم للانديه والمركز الثالث، قال لهم خلاص دي بقت جزء من الماضي، دي كانت ذكرى. انا بقى بقول دي كانت ذكرى، ذكرى حلوه، نبص بقى للي جاي. وده قدر النادي الاهلي دايما، وقدر لعيبته وقدر جماهيره. انت بتخلص النهارده بطوله، من بكره بتستعد للبطوله اللي بعديها، بتبص على البطوله اللي بعديها. مش انا بقى اخد البطوله وانام عليها، يا عم انا لسه واخد بطوله بقى انام عليها سنه دي، مش ده النادي الاهلي. فما ما تنسقوش ورا الشائعات. مين اللي بيطلق الشائعات دي؟ واحد مش عايز، او مجموعه مش عايزه النادي الاهلي يمشي كويس، عايزه تعرقل مسيره النادي الاهلي. ليه؟ لازم احنا نبقى برضو اذكياء شويه. احنا كل اللي يهمنا فرقتنا بس، وده والنادي الاهلي على فكره ما بيبصش لحد تاني. النادي الاهلي بيبص سكته واحده، عارف السكه بتاعته ايه، بيشتغل عليها من اول مجلس الاداره لحد اصغر واحد في النادي الاهلي. احنا تعودنا على كده. طب انا بتكلم ليه كده؟ انا ليه بتكلم في كل ده وبدأ الحلقه كده؟ عشان انا شايف اراء وتحاليل فنيه وهجوم على بعض اللاعبين، بالرغم من ان احنا لسه واخدين برونزيه، مره مروان محسن يهاجموه، مره محمود وحيد، ده محمود وحيد اصلا الراجل ما بيلعبش، وده لعيب من افضل اللعيبه اللي لو جات له الفرصه هيمسك فيها كويس. على فكره كمان حاجه من ضمن الحاجات اللي اللعيب بيحسها، ممكن بعض الجماهير ما تحسش باللعيب، انما انا عايز اقول لكم حاجه، اللعيب بيبقى من جواه نفسه هيموت ان هو لو ما بيلعبش يبقى موجود في الملعب. واللعيب الكويس اللي هو نوعيه النادي الاهلي، يلعب في النادي الاهلي، بيستغل اقل فرصه، فرصه اول ما تجيله بيستغلها كويس عشان يثبت نفسه في الملعب، ويبقى محسس الناس او المدير الفني او الناس المسؤوله ان هو فعلا جدير انه يلعب في المكان دوت. كل لعيبه النادي الاهلي كده، ده اللعيب الكبير اللي بيلعب في النادي الاهلي، دي لعيبه النادي الاهلي. فهو الراجل ما بيلعبش، اصل هو كمان انت في مكانه، انا بتكلم على محمود وحيد، في مكانه وحش، في مكانه علي معلول. علي معلول يعني ما حدش يقعده، لان علي معلول تقريبا يعني مش عايز اقول لك ان هو نص التيم، لا يعني، لان التيم كله النادي الاهلي ما عندوش نجم محدد، انما هو فريق جماعي. انما علي معلول اقدر اقول لك ان ده افضل ظهير ايسر في افريقيا، اللي بيطلب منه بيعمله على اكمل وجه، على افضل وجه. لما تحس ان هو يعني نص نص ولا حاجه، لا يبقى علي معلول في حاجه، يبقى علي معلول مش سليم، يبقى علي معلول مش في حالته عشان في حاجه معينه فيه. انما انت بتتكلم على محمود وحيد، اتفرج على محمود وحيد ده لما تدي له ماتش واثنين وثلاثه هيبقى شكله ايه؟ فاحنا ليه بنهاجمه؟ انا عايز اعرف، انت كجمهور نادي اهلي، كجمهور نادي اهلي المفروض ان انت تأزر اللعيبه دي، المفروض ان انت اللعيبه دي جايبه لك ثلاث بطولات وعاملين انجاز في كاس العالم، انت المفروض تأزرها. يعني اللعيبه دي ما اثرتش، الجهاز الفني ما اثرش، مجلس الاداره، يعني كل الناس بتعمل اعلى حاجه علشان جمهور النادي الاهلي يفرح.